ايه الالوان دي يا شباب؟ الله. تمام. دلوقتي احنا موجودين في تينري بارك، هنروح ثلاث اماكن النهارده. تينري بارك في زي غابه كده قريبه من عندي على البيت، وفي حديقه اسمها لاينز فالي بارك. احنا هنروح الثلاث اماكن دول نشوف هناك الخريف عامل ازاي. فيلا بينا دلوقتي نبدا بتينري بارك. وصلنا دلوقتي على تينري بارك. طبعا زي ما بيقولوا الصوره بألف كلمه، فالنهارده هيكون كلامي قليل جدا او كان يكون معدوم في الحلقه دي، لان احنا هنبدا نشوف الخريف هنا في كندا والصوره هي اللي بتعبر. معانا الدرون هنطلع الطياره تشوف المنظر، ومعانا الرونين هنبدا نشوف هنا من على الارض ازاي الشجر وجماله. فيلا بينا نبدا نتفرج على الخريف في كندا، تحديدا في مدينه اوكفيل. تعالوا نبدا كده ونشوف الوان الخريف هنا في كندا. حد يقدر يقول لي لون الشجره ده ايه؟ انا حقيقي مش عارف. هو بالنسبه لي انا يعني ضعيف شويه في الالوان، بس ده بالنسبه لي يعني ايه، برتقاني داخل على اصفر حاجه كده، سبحان الله. طب تعالوا نشوف الشجره دي، اللون ده ايه يا شباب؟ اصفر ولا؟ الناس بقى بتوع فنون تطبيقيه يا ريت يفيدونا في الالوان اللي انا مش عارف ايه الجمال ده بصراحة، سبحان الله. تعالوا نطلع فوق هنا، في شوية ورد حكاية، تعالوا نشوفهم كده. كنت عايز بصراحة أوريكم حاجة، بما إننا يعني دلوقتي واضحة عندنا، شايفين ال مش عارف صابع باين ولا لأ، المكان اللي هناك ده، دي تورونتو، حوالي 20 دقيقة بالعربية من أوكفيل، دي مدينة تورونتو. تعالوا بينا نطلع نشوف الخريف عامل إيه من فوق. معانا الدرون، الناس بتسأل عن النوع ده اسمها مافيك إير 2. فدلوقتي هنطلع بالدرون ونشوف ايه الاخبار. ده بمناسبة الناس اللي بتسأل على الدرون بتكون مرخصة في كندا ولا لا، خلينا بالمرة نقول انا هنا حاصل على دي، انا حاصل على رخصة درون هنا في كندا، وده رقم بيديهولك خاص بالدرون زي الرخصة بتاعت العربية كده، بتاخد اللوحة بتاعت العربية. كل درون هنا في كندا ليها رقم لوحة زي ما انت شايف كده، لازما اجباري تحطه على الطيارة وتكون حاطه برضو على الريموت. تمام، احنا دلوقتي جاهزين نطلع ان شاء الله. للناس اللي حابه تعرف عن الدرون وازاي بنستخدمها ممكن نعمل لها حلقه، يعني اتمنى اشوف ده في التعليقات. فتعالوا نبدا نطلع دلوقتي نشوف الخريف عامل ايه من فوق. بعد لما خلصنا في تينري بارك وشفنا المناظر الجميلة دي، تعالوا بينا دلوقتي نطلع على مكان تاني، مكان جنب البيت عندي، بس حاجة بقى غابة كده شكلها جميل قوي. فيلا بينا نطلع على هناك. بس واحنا ماشيين هفرقوا على الشوارع، الشوارع هنا سبحان الله أجمل من الحدائق 100 مرة بصراحة. شايفين الشارع ده، الشجرة دي ما شاء الله، انا لازم انزل اصور. نركن بقى ونصور. اتمنى يكون عجبكم المنظر، وشايفين الشجر سبحان الله، الشوارع حاجة بسم الله ما شاء الله أجمل من الغابات فعلا والحدائق. ده بقى الداون تاون بتاع مدينة أوكفيل.
وصلنا دلوقتي على الغابة، مكان جنب بيتي، الأماكن التحفة بصراحة في الخريف. تعالوا نبص كده على الألوان هنا، إن شاء الله ده اللي بره، بس لسه بقى هندخل جوه ونشوف ايه الدنيا. طبعا الغابة هي دي اللي تحت دي، مش مسموح طبعا ان انا انزل، هي دي الغابة. يلا بينا نطلع الدرون على الغابة دي ونبدأ نشوف من فوق. منظر فوق بصراحة هيعجبكم جدا. اتمنى يكون المكان التاني عجبكم. الغابة بصراحة من فوق شكلها خرافة، اتمنى تكون عجبتكم. دلوقتي هنروح على مكان اجمل مكان بصراحة في الخريف هنا في اوكفيل، لايونز فالي بارك، فيلا بينا على هناك. دلوقتي احنا بقى داخلين على لايونز فالي بارك، من اروع الحدائق اللي موجوده في مدينه اوكفيل. تيجي هنا تستمتع بالخريف. انا حاطط اللينك بتاع الحديقه تحت الفيديو، لو حد حابب الناس الموجوده في اونتاريو يجي يبص عليها هيستمتع جدا. زي ما انتم شايفين الخريف وروعته بادئ من اول مدخل الحديقه. يعني انا مش عايز اتكلم كتير، بس شايفين الالوان؟ يعني حد يقول لي اللون اللي على الشمال ده ايه؟ انا بصراحه مش عارف احدد اللون ده ايه بصراحه، هو اصفر ولا حاجه درجه افتح من الاصفر مثلا؟ سبحان الله. دلوقتي احنا وصلنا الحديقه، ننزل بقى نشوف باركينج ونبدا نفرق على الاجواء. وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة. اذا عجبتك الحلقة حاسس ان هي اضافت ليك جديد، اتأكد انك ضغط على سبسكرايب او اشتراك وفعل زر الجرس عشان تكون اول واحد يوصله كل جديد. اتمنى دايما اشوفكم في خير وعلى خير، وكل خريف وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.